هو موسيماني قال لك قد نذهب بعيدا، بس علقها بشرط ان يكون الاهلي في افضل مستوياته. طيب ازاي يكون الاهلي في افضل مستواه؟ لا مرتبطه بحاجات، اولا يبقى من الناحيه البدنيه بتاعتك وصلت للمرحله اللي تخليك تعطي افضل عطاء. ودي يعني هي ليها مؤشرات محليه، لكن ما تعرفش علاقتها ايه باللقاءات الاخرى اللي بعيده عنك في دوريات اخرى. نمره اتنين ان يكون لعيبتك عندهم اكبر قدر من انكار الذات وسعي الى الهدف. نمره ثلاثه الجماعيه، لان الجماعيه هي اللي بتخليك تحقق او تنفذ التكتيك المطلوب. وزي ما قلت لك في كره اليد احنا بنتحرك كتله كده وكتله كده عشان يبقى دفاع. لو خطوط الاهلي المندمجه دي اللي بتتحرك دفاعا وهجوما في كتله واحده وضغط جماعي، والضغط الجماعي ده مرتبط بان اللعيبه تبقى حافظه مع بعضها، محدش يطنش في النص. نتمنى ان احنا نكون في افضل حالاتنا. الرساله بتاعت الدحيل النهارده ربنا يرزقنا.